اهلا بحضراتكم من جديد. معايا اتنين النهارده ضيوف اللي مشرفيني في البرنامج الاشبال، زي ما كان معانا الحلقه اللي فاتت احمد طارق سليمان واحمد السيد الحلقه اللي فاتت. برضو معانا النهارده اتنين يعني من اللعيبه اللي هتنور ان شاء الله قريب خلال الفتره اللي جايه، دايما بيطلعوا يصعدوا مع الفريق الاول، ودايما يعني مستر موسيماني بيثني عليهم وخامات ما شاء الله جيده. هنتعرف عليهم. طه محمود، منورنا يا كابتن طه. منور يا كابتن حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. والكابتن احمد سيد غريب ابن كابتن سيد غريب، منور يا ابو حميد. يا كابتن اسامه، بتشرف ان اكون معاك النهارده ان شاء الله. اخباركم ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. نبتدي بقى من الاكبر الاول. طه الاول. مواليد 2000 وكام؟ 1. 2001. واحمد مواليد 2002. يبقى نبتدي ب 2001. ماشي، قول لنا بقى مركزك في الاول ايه في الملعب يا طه؟ بلعب نص ملعب، ديفندر، وتحت الفيرود. ديفندر وتحت الفيرود. مظبوط. وساعات يعني الكباتن لو في يعني مشكله في اي مركز او حاجه ممكن ادي في اي مركز، يعني طبيعي جدا يعني الكباتن بيوظفوك برضو في كذا مركز. في كذا مركز يعني. ده ممكن. بيكون شيء كويس، خلي بالك طبعا انك تلعب في كذا مركز، علشان حتى في الفريق اول لما تطلع يبقى عندك الملكه ان بالزبط. ممكن المدير الفني يوظفها حته يبقى انت اديت في كله. تمام بالظبط. بس يعني هو الاحسن حاجه بلعب يعني 8 و10 يعني 8 و10 خط وسط مدافع، والحته اللي زي قفشه كده، الحته اللي بقى لك كام سنه في النادي الاهلي؟ بلعب بقى لي 6 سنين كده بالظبط. 6 سنين. جيت ازاي النادي الاهلي؟ احكي لنا. كنت بلعب في سموحه في الاول. وانا كان هم النادي عندهم معسكر في اسكندريه مع كابتن محمد شرف، كابتن احمد جمال، وانا قلت اروح اختبر اشوف. هم كانوا جم لعبونا واحنا صغيرين زمان. وكانوا يعني كان رحت معاهم برضو مع الكابتن ياسر محمدين. بس من زمان، فقلت اروح اجرب تاني اشوف الاختبارات. ورحت واتقابلت يعني من اول يومين، كابتن شرف قال لي تمام. واحنا عايزينك، وخلصت مع سموحه وجيت على النادي على طول. انت اللي خلصت ولا النادي الاهلي دخل في ال... هو دخل طبعا في شويه مفاوضات كده، بس يعني في الاخر يعني عشان انا اللي خلصت برضو مع النادي وجيت على طول للنادي الاهلي، والحمد لله بقى لي 6 سنين يعني في النادي الحمد لله. تمام، نروح بقى لاحمد سيد غريب، بيقول لنا بقى بداياتك في النادي الاول مواليد 2002، مركزك يا ابو حميد؟ انا بلعب في اي مكان قدام، هاف رايت هاف ليفت او فيرود او تحت راس الحربه. لعبت في الاماكن دي كلها؟ لعبت في كل الاماكن دي كلها، بس لما بطلع مع كوتش موسيماني بيلعبني فيرود وساعات هاف ليفت. مركزك الرئيسي هو مهاجم؟ وبلعب تحت في فرقتنا اوف ليفت، عشان في عجز في المكان ده من اول السنه. في ناس طلعت اعارات وكده، فمعاهم انا وبادي من اول السنه اوف ليفت. احمد سيد غريب ابن الكابتن سيد غريب، صح؟ أيوة. كده ايوه صح. طب قول لنا بقى القصه والحكايه جت ازاي لما انضميت لقطاع النشيب النادي الاهلي؟ كابتن سيد كان يعرف قلت له ولا انت رحت لوحدك؟ يعني احكي لنا. لا، هو ما كانش يعرف اي حاجه خالص. انا كنت في الاكاديميه من وانا عندي 5 سنين كده. بدات في اكاديميه النادي الاهلي. اكاديميه النادي الاهلي مدينه نصر. فكان في اختبارات بتتعمل على ملاعب الاكاديميه. فكان كابتن تامر حفني، فاكر اليوم ده بالظبط. كان هو في اول ملعب، وانا كنت رحت اشتريت تذكره عشان اخش الاختبارات. بس هو كان محدش يعرف يعني اللي انا ابن كابتن سيد وكده، ولا كابتن سيد يعرف اللي انا كنت في الاختبارات. فروحت واتقابلت، كان اللي قابلني كابتن تامر حفني. كابتن تامر انا حلوه كابتن تامر. طبعا. هو زي ابويا بالظبط كده. كابتن بقالك كام سنه في النادي الاهلي دلوقتي يا ابو حميد؟ انا بقالي فوق ال 10 سنين كده في النادي الاهلي. 10 سنين. بدات مع مواليد 2000، بعد كده 2001، بعد كده لما جت فرقتي 2002، فبدات مع 2002 وكده، ومن كباتن فرقه كنت في 2002 وفي 2001 طبعا. احنا لسه هنتكلم عن بعد الدمج بقى 2002 مع 2001 دلوقتي. هنتكلم عنها دلوقتي. طه، قول لنا انت دلوقتي مين المدربين اللي مرنوك في قطاع النشئين في الست سنين اللي انت بتقول اشتغلت فيهم في قطاع النشئين؟ انا بدات مع الكابتن شرف والكابتن احمد جمال. بعد كده كابتن شرف والكابتن اسحاق اول. والكابتن شرف والكابتن اسحاق اول ثلاث سنين. شرف مسكه كذا ثلاث سنين. مسكنا ثلاث سنين، عمل معانا تاثير بصراحه كبير جدا يعني في الثلاث سنين اللي مسكهم. وبعديها مسكنا كابتن احمد سراج سنتين. وبعد كده كابتن ياسر رضوان وكابتن معتز زينو. وبعد كده كابتن سيد غريب والكابتن اتعلمت ايه بقى من كابتن شرف؟ انت قلت لي كابتن شرف دلوقتي يعني هو اللي شافك في الاول، وهو اللي جابك النادي الاهلي، وهو اللي مرنك في قطاع الناشئين ثلاث سنين. اتعلمت ايه من الكابتن شرف؟ كابتن شرف مدرسه لوحده بصراحه. يعني هو ليه تكتيك وليه حاجات كتير جدا انا اتعلمت منها بصراحه. يعني وفادوني مع المدربين اللي جم تاني يعني. هم قال لي على اساسيات، لان كابتن شرف في نفس الوقت هو يعني ايه بيقول لحضرتك حاجات تساعدك ان انت تكمل برده في النادي، تكمل مع المدربين التانيين. فدي كانت يعني حاجه انا استفدتها منه كبيره جدا بصراحه. بالذات برضو كرويا ويتعامل معك نفسيا. فكابتن شرف يعني انا
ليه فضل كبير قوي عليا بصراحه يعني. كابتن سراج مرنكم، كابتن سراج سنتين برضو وكل مدرب بقى انت حضرتك عارف بيبقى ليه الشخصيه بتاعته، بيبقى ليه التكتيك بتاعه. كابتن سراج برضو فادني في حاجات كبيره جدا يعني من ناحيه الروح والعزيمه ان انا افضل مكمل على طول مثلا في الماتش. فكابتن برضو سراج ليه فضل كبير جدا. كابتن ياسر رضوان برضو يعني هو قعد معانا فتره صغيره بس برضو يعني ليه كان تاثير كبير جدا يعني. كابتن ياسر خبرات وكابتن سيد السنادي عامل معانا بصراحه يعني ما شاء الله. احنا يعني الجدول اللي ورا حضرتك احنا ماشيين اول ماشيين ازاي. كابتن سيد بصراحه يعني ليه برضو فضل كبير جدا. تمام. ابو حميد مين اللي مرنك في يعني في خلال العشر سنين ما شاء الله انت يعني تعتبر متربي جوه النادي الاهلي؟ انا من صغري في النادي الاهلي ويعني عاصرني مدربين كتير قوي من اولهم كابتن عصام صلاح طبعا بشكره ده في مدرسه الكوره. وكان في كابتن سامر وكابتن احمد يونس وكابتن احمد جمال. وفي اتمرنت مع كابتن شرف وكابتن سراج في الفتره اللي كان يقضيها معانا، وكان اخر فتره واتمرنت برضك مع كابتن عمرو انور مع 99 خدني فتره كده، وفتره مع 97 برضك صعدني فيها وكان عاوزني ان انا اشارك معاه وكده، والفتره ديت برضك بيطلعني وساعات بخش معاه السكور وبشارك معاه في ماتشات كده في يعني الدوري. انت النهارده بتشارك مع فريق 2001 وانت 2002 وبتشارك برضو مع الشباب النادي الاهلي مع الكابتن عمرو انور مع مواليد 99. الحمد لله انا هداف فرقتي في 2001 اربع اهداف في السيزون دون. وبطلع مع كابتن عمرو انور بتمرن معاه برضو ساعات وساعات بخش معاه الماتشات وكده وبخش معاه السكور وبشارك معاه. هسألك سؤال كده بس ايه محرج شويه. انت دلوقتي في فريق 2001 والكابتن سيد غريب هو اللي بيمرنك وهو والدك طبعا، انت من اللعيبه الاساسيه قبل ما الكابتن سيد غريب يكون هو المدير الفني بتاعك خلال الفتره دي، فانت من العناصر الاساسيه ومن الهدافين. المعامله ازاي لما بتغلط في الملعب؟ لا بصراحه يعني بيعرف يعاملني كويس وشال من عليا الضغط. هو اول ما جه اول ماتش عارف ان انا كنت مضغوط قوي وكان حاسس بيا، فما كانش بيكلمني، كان كل كلامه اللي هو بيشجعني وكويس وكده. فهو عارف طبعا يتعامل معايا كويس جدا. وبشكره طبعا على كل اللي بيعمله ومجهود طبعا مع الفرقه ومجهود انا معايا حتى قبل ما يجي من الفرقه. كان بيجي يتفرج عليا في كل ماتشات وكل التمارين. شايف الهدف ده، شايف الهدف ده معانا، ده كان في التقسيمه بتاعه الدرجه الاولى صح، المباراه الوديه بتاعه الدرجه الاولى. ده ماتش ودي مع فريق الشباب بس انا ما كنت مع الفيرست تيم. يعني لعبت وقتها مع الفريق الاول. لعبت مع الفريق الاول. كابتن حسين الشحات هو اللي عمل لي اسيست من كورنر. كابتن رامي ربيعه. طب حلو قوي. دي برضو من ال دي الكاميرا بتاعت بروكيتش المدير الفني مستر مايكل. ديت ماتش ام بي 3-2 وجبت فيها جونين، الجون الاول والجون الثالث، كسبنا 3-2 الحمد لله. كان عندنا في مدينه نصر. دايما انت هداف ال ده الجون الاولاني ده برضك الاهداف الحلوه برضو. ده اول جون في المباراه ده. انتهت المباراه 3-2 لينا. طه قول لنا برضو انت بتصعد مع فريق الشباب صح؟ بتصعد مع 99 مع الكابتن عمرو انور كتير. بياخدك دايما وبيشارك معاه ماتش الجونه وغير ما بلعب معاه ماتشات وديه كتير بيساعدني كتير يعني. بيعتمد عليا كتير يعني الحمد لله. ماشيين ما شاء الله في الدوري 2001 ماشيين اول. الحمد لله. ماشيين كويس. عندنا كنا لعبنا الجيش يوم الاثنين اظن اللي فات وكسبنا 2-0 على ارضهم. وماتش عندنا ماتش الجاي ان شاء الله متبقي كام مباراه في الدوري؟ مباراتين، الجونه والمقاولين. ان شاء الله المباراه الجايه الجونه. المباراه الجايه الجونه يوم الجمعه والمقاولين هيبقى ان شاء الله يوم الاثنين. خلي بالكوا لو كسبتوا الجونه المباراه الجايه تحسموا الدوري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خلي بالكوا عشان يعني انا بوعدكوا هنا دلوقتي على الهواء، لو خدتوا الدوري ان شاء الله فريق 2001 هنعمل لكم احتفاليه هنا على قناه. فاكرين الاحتفاليه بتاعت السنه اللي فاتت؟ طبعا. مع كابتن سراج. كانت مع كابتن سراج واحتفلنا بيكم على قناه الاهلي هنا والفريق كله وكل اللعيبه وكل الجهاز الفني. فاضل طبعا يعني على الحلم خطوتين، شوطين، شوط في نادي الاهلي عندنا ضد الجونه والشوط الثاني في المقاولين. فاحنا بنلعب على اي ماتش المكسب طبعا. يوم بعد يوم البطوله والحلم بيقرب منك. فان شاء الله يعني بوعدك اللي احنا ناخد الدوري وان شاء الله نحتفل هنا في قناه النادي الاهلي ان شاء الله. طه في الست سنين انت في النادي الاهلي اتعلمت منهم ايه؟ انا اتعلمت حاجات كتير جدا بصراحه. انا من وانا صغري انا اهلاوي، فانا يعني ان انت تبقى اهلاوي غير ان انت تبقى جوه النادي برضو الاهلي بتحس بحاجات يعني انت بتقرب اكتر واكتر يعني منه. اهم حاجه هي الشخصيه ان انت يعني شخصيتك دي تبقى اعلى حاجه، ان انت بيبقى عندك نفوذ ان انت عايز تكسب على طول، ما ينفعش تخسر. ودي حاجه كويسه جدا. الكلام ده في
في القطاع تحت؟ انا من اول ما انا دخلت يعني الحمد لله من اول ما دخلت هو بالنسبه لي المكسب ده اهم حاجه، ان انا اكسب مكسب واداء طبعا وكل حاجه، بس المكسب اللي هو ان انت دي مباراه انت وارد ان انت تخسر طبعا في ماتشات وكله، بس المكسب ده بالنسبه لنا هو اهم حاجه. دي اهم حاجه تتعلمها، اهم حاجه بتتعلمها ان انت على طول مركز ان انت تكسب، ودي عقليه انا شايفها حاجه احترافيه. يعني احنا بنبص لبره لفرق كبيره مانشستر سيتي وكده، ساعات بيكسبوا بياخدوا الدوري يعني بيخسروا ماتشين او ثلاثه وده الصح. ونبص لفريقنا الاول لحد دلوقتي شوف بيكسب الدوري يعني سنين متتاليه، دي حاجه كويسه جدا، دي حاجه احنا بنبص لها من واحنا تحت. وحتى لما طلعنا معاهم شفنا الفرق في الماتش اللي هو الويد دي، التزام وجديه، شفنا الفرق وحتى يعني حتى في المباراه دي مش عايز اخسر، مش مبينين ان هم بيلعبوا مثلا ضد الناشئين او حاجه، لا هم بيلعبوا واخدين الامور بجديه وبيلعبوا. وشفنا حتى دي كانت بصراحه يعني انا بشكر الكابتن خالد ان هو عمل الماتش ده، يعني ان هو دي حاجه كويسه جدا ان هو يعني ان احنا ناشئين نطلع نلعب الفريق الاول نشوف المستوى ما بيننا وما بينه فين. فبصراحه يعني بالنسبه لي ست سنين انا اتعلمت فيهم كتير جدا يعني في النادي الاهلي الحمد لله. طيب احمد في 10 سنين بقى في النادي الاهلي وانت صغير، 5 سنين في الاكاديميه، تعلمت فيهم ايه وتعلمت ايه من المدربين؟ طبعا بيتنا اهلاوي، انا قعدت في طبعا النادي الاهلي طالع من بيت اهلاوي يعني اكتر ما قعدت في بيتنا دي حقيقه، وتعلمت فيها كتير جدا طبعا، التزام وروح ومكسب على طول، التعادل بالنسبه لنا هو خساره، كل ماتش بتلعب عليه بتلعبه كانه ماتش كاس لازم تكسبه وماتش بطوله. فيوم بعد يوم بتبص للاحتراف وبتبص لكل حاجه، انت هو الكلام بتاع بره لازم هنا بتطبقه في النادي الاهلي طبعا نادي كبير، فبتطبقه على انت تكسب والتزام وروح واداء كويس، بتطلع مبسوط اصلا من ماتش غير ما تطلع وانت مش مبسوط من ماتش، ما حصل دروب في ماتش لا ما ينفعش يطلع كده، لازم تعمل اللي عليك وتجتهد وتتعب، وطبعا النتيجه دي بتاعت ربنا، بس انت طبعا بتلعب على المكسب. بتتضايقوا وانتوا في الناشئين لما بتخسروا مباراه وتتعادلوا مباراه؟ انتوا كلاعيبه بتتعودوا على الموضوع ده من صغركم وبتتكلموا لما تخسروا وتتعادلوا؟ احنا لو في ماتش حصل فيه دروب اصلا انت بتكون عاوز الماتش التاني تاني يوم عشان تعوض اللي حصل وعشان تمشي في النادي راسك مرفوعه. انت لو في حاجه حاصله في الماتش بتمشي اصلا مدلدل في النادي فما بتعرفش تبص في وش حد. فانت لو حصل دروب او اي حاجه بتبقى عاوز الماتش التاني على طول بعد عشان تعوض وتاخد المكسب وترجع تاني مبسوط. التمارين بتكون مبسوط فيها، ما بتكونش متنشل في التمرين، ما بتكونش مشدوده، لا بترجع والدنيا حلوه في هزار في التمرين بس برضك بحدود والتزام، وبتبقى عارف كل واحد عارف ايه عنده ايه واجباته ايه وكل ده طبعا مفهوم في النادي الاهلي. طه اكيد قالوا لكم في النادي وانتم عارفين الموضوع ده، لو مفيش بطوله ومفيش دوري ومركز تاني ما باخدش مكافاه. مفيش مكافاه. دي حقيقه. هو الموضوع ده بالنسبه مركز اول بس، هو برده دي تعتبر حافز لينا مهم جدا موضوع المكافآت وكده. بس برده انا يعني بالنسبه لنا احنا كفريق يعني او في النادي او القطاع كله ان انت تكسب دي حاجه حلوه، حتى مش تاخد مكافاه، ان انت تكسب ماتش، انت بتكسب منافس، فرقه جايه تلعبك اذا كان على ارضك او انت رايح تلعبها، انت النادي الاهلي انت طبيعي ان انت تكسب. فدي حاجه يعني بالنسبه لنا حاجه احنا شغالين عليها يعني من وانا صغير خلاص، حتى ماتش الودي بنيجي نلعب ماتش الودي مش عايز اخسر، مش عايز اخسر. حتى لو بلعب في خماسي مع صحابي برده مش عايز اخسر، دي حاجه خلاص يعني دي حاجه طبيعيه فينا. حاجه بقت لازم على طول فينا ان احنا لازم نكسب. مكافآت دي بتيجي بقى ماشي، ده حافز حاجه كويسه جدا ان احنا يبقى في مكافآت وبتاع، ودي بتشدنا اكتر واكتر. لما الكابتن مثلا خالد يجي يقول لنا ده في مكافآت كويسه قوي لو خدتوا الدوري، في مكافآت كويسه قوي لو كسبتوا الماتش ده، فبتبقى حاجه كويسه جدا وبتدينا حافز وبتخلينا اكتر نتمرن احسن واحسن ونكسب الماتش يعني. كويس ابو حميد، عايز بقى ايه النهارده بكره؟ انا طالع تمرينه الفريق الاول، اول تمرين على الفريق الاول بيبقى ليها كواليس كده وقعده وتركيز وانا نايم، يعني كان شعورك ايه اول ما بلغوك في القطاع ده انت عندك تمرين بكره مع الفريق الاول؟ طبعا لما الموبايل جالي كابتن خالد بيبو كده بلغ كابتن سيد وبعد كده بلغنا انا، ده كان بالنسبه لي احسن يوم في حياتي طبعا. انا اول ما عرفت اصل الخبر رحت على البيت، انت بتحضر انت هتروح بايه بكره، هتلبس ايه بكره، هتعمل ايه، وانت نايم اصلا بتحلم باليوم دون اللي انت بتستعد ليه، بكره هتعمل ايه، بكره هتلبس ايه، بكره هتروح تكلم اللعيبه ازاي، انت دلوقتي بتتفرج عليهم في التلفزيون، دلوقتي انت قاعد معاهم في نفس الاوضه، في نفس الاوضه بتغير معاهم في التمرين في نفس الملعب، واللعيبه لما بنطلع فوق كمان بصراحه بتحتوينا وما بيبقاش في فرق خالص، بتتعامل كانك لعيب كبير في الفرقه، ما فيش فرق ما بين لعيب صغير وما بين لعيب كبير. ودي طبعا يعني الفرقه الكبيره لازم يحصل فيها كده، ما فيش اي حد بيوصل. اول صعود ليك الفريق الاول كان هي المباراه
الوديه ولا كان طلعت قبلها؟ لا انا طلعت كده في فتره توقف بتاع الدوري كان لعيبه الدوريين في المنتخبات وطلعت اتمرنت كده يجي اسبوعين كده مع مستر موسيماني. كويس كويس. طب انت طلعت برضو في المباراه الوديه؟ اه طلعت في المباراه الوديه. طب عايز اعرف شعورك بقى واستعدادك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار مع الاثنين النجوم الصاعدين ان شاء الله اللي هنشوفهم قريب مع الفريق الاول، طه محمود واحمد سيد غريب. طه كنت بسالك بقى عن يعني شعورك وانت بيعرفوك او بيكلموك عندك بكره تمرين ان شاء الله مع الفريق الاول. هو شعور بصراحه بالنسبه لي حاجه قويه جدا. انت طالع مع احسن نادي في افريقيا. انا ممكن طبعا بيبقى في رهبه، بيبقى في شويه خوف، انت شايف برده اللعيبه بتشوفها على التلفزيون، بتشوف لعيبه كبيره، فدي بصراحه يعني احساس ما يتوصفش بصراحه بالنسبه لي. مين اللي كلمك؟ الاداري ولا مين؟ كان هو كابتن خالد والاداري وبرده كلموني. بس هي الفكره انا طالع برده كان ليا هدف معين، ان انا عايز اشوف انا مستوايا فين بالنسبه لهم. ودي حاجه بص يعني ليا انا باصص لقدام. يعني انا برده ان شاء الله الواحد ربنا يكرمه يطلع مع الفريق الاول بعد كده يحترف بره. فدي حاجه كويسه جدا. فانا طالع اشوف مستوى انتوا مستواكم فين وانا فين. هل ان انا يعني هل ان انا ممكن كمان سنتين مثلا اقدر ان انا اشارك اساسي معاكم ولا لا. فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا ان انا اطلع اشوف مثلا في التمرين الماتش الودي ده، كان بالنسبه لنا حاجه قويه جدا. اللعيبه بصراحه حسستنا ان احنا يعني معاهم، ان احنا معاهم في الفريق الاول. موسيماني قال لك ايه اول ما شافكم انتوا كمجموعه حتى يعني اللعيبه اللي طالعه قال لكم ايه؟ هو انا اتكلمت معاه بالظبط يعني دقيقه او اقل حاجه كده. هو يعني شرف بينا جدا وقال لنا اهم حاجه ان انتوا يعني تتمرنوا جامد وان انتوا تركزوا وان انتوا تتعلموا. ده اهم حاجه، ان احنا برده يعني اللعيبه دي كبيره، احنا بناخد من خبراتهم. دول لعيبه، في لعيبه لعبت كاس عالم وفي لعيبه فخبرات كبيره جدا هم بينقلها لنا حتى في التمرين، حتى في الكلام معاهم. فحاجه بصراحه يعني حاجه انا اتشرف بيها بصراحه. كويس. في يوم من الحاجات. طه انت بتدرس ولا خلصت دراسه؟ انا كنت مدرسه الكنديه الدوليه CISE ودلوقتي في بيزنس في الاكاديميه البحريه. تمام. نروح بقى لاحمد سيد غريب. موسيماني استقبلك ازاي وقت ما طلعت مع الفريق الاول، خاصه يعني انت طلعت قبل كده كذا مره قبل المباراه الوديه الاخيره، ويعني وابرز النصائح كمان اللي موسيماني دايما بيقولها لك؟ هو طبعا اول ما طلعت فهو رحب بينا جدا واتكلم على الماتش الاخير اللي هو الودي ما بين الناشئين. قال انا مبسوط بالفرقه الناشئين اللي تحت، عملوا مجهود جامد ضد الدرجه الاولى والفيرست تيم وكده، فبشكر يعني اللعيبه. وهو في الاول هو ممكن ما يتكلمش معاك، بس هو يعني ذكي جدا وبيشوف انت بتعمل ايه وملاحظ كل حاجه في التمرين. وهو اكتر حاجه كلمنا عليها اللي هو انت ما ينفعش تفكر في نفسك بس، لازم انت تفكر في اللعيبه اللي جنبك، مصلحه الفريق، ما ينفعش تفكر في مصلحتك، وما تلعبش فرد كتير، لازم تلعب مع الناس برضك، هو ده اللي هتشد انتباهه ليك. فهو اتكلم معانا في الحته دي كتير قوي يعني. ده كان كلام موسيماني، بس اكيد برضو المدربين في القطاع وانت طالع للفريق الاول اكيد في كلام وفي نصايح ومدربين يعني بيكلموكوا وبينصحوكوا. هو طبعا نصحونا، بس طبعا هو مفيش كلام، انت طالع طالع الدرجه الاولى النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، مفيش حاجه تاثر عليك ان انت تكون وحش 1%. كل حاجه مباحه لك فوق قبل التمرين، عندك جيم، عندك كل حاجه مباحه. والتمرين طبعا مفيش كلمه يعني ما ينفعش يعني انت المدرب بتاعك في القطاع بيقول لك ايه وانت طالع تاني يوم بكره تدريبة الفريق الاول؟ شد حيلك وتركيز طبعا. فرصه كبيره ما بتجيش لاي حد، ما بتجيش في كل الاوقات، فلازم تمسك بيها بايديك واسنانك. ولازم تحافظ برضك على النعمه اللي هي جات لك ديت، اللي انت برضك مع النادي كبير في افريقيا، فلازم تهتم بكل حاجه انت بتعملها. المدربين وعلاقتهم بيكوا يا طه في القطاع اكيد برضو زي ما بقول لاحمد كده في نصايح، المدرب بتاعك شد حيلك، ما انت النهارده لما بتطلع وبتثبت في الفريق الاول ده نجاح للمدرب بتاع قطاع الناشئين. طبعا هو احنا دايما هم يقولوا لنا انتوا واجهه لينا، انتوا لما بتطلعوا يعني انتوا بتشرفونا، انتوا بتشوفوا يعني بتاكدوا الشغل اللي احنا خدناه تحت. بناكده فوق. انا بالنسبه لي المدربين كلهم يعني دي فتره الناشئين دي مش بسميها ناشئين، انا بسميها فتره تاهيل للصعود للفريق الاول. هم بيأهلونا نفسيا وبدنيا وكتكتيك وكل حاجه، ان انت تطلع فريق اول تطلع جاهز. فدي مرحله بالنسبه لي مهمه جدا،
وغير كده علاقه المدربين معانا يعني يمكن ممتاز. حتى كابتن معتز اينو يعني اخونا الكبير يعني دمه خفيف ويهزر وغير كده احنا بنتعلم منه خبرات يعني كبيره جدا يعني اللي هو في التمرين وبره الملعب وجوه الملعب. كابتن سيد برضو نفس الكلام. كابتن سيد غريب يعني بصراحه الموسم ده معانا ما شاء الله يعني احنا ماشيين اول وماشيين كويس جدا كويس. فالعلاقه ما بيننا وما بينهم يعني حاجه كويسه جدا. وانت بتتكلم عن الكابتن سيد غريب، تعال نشوف بقى التقرير ده. كابتن سيد غريب وكابتن تامر دسوقي بيقولوا ايه عن احمد سيد غريب وطه محمود. الحمد لله الفترة اللي فاتت اشتغلنا كويس قوي، الفترة الاجازة اشتغلنا فيها كويس، اشتغلنا فيها صبح بعد الظهر، الولاد اشتغلوا كويس الحمد لله، عملنا الماتش كويس اللي فات وكسبنا، وكسبنا اداء نتيجة واداء الحمد لله، صدرنا البطولة وان شاء الله فاضل لنا، انا بقول فاضل شوطين الماتشين دولت شوطين، شوط عندي وشوط في ملعب المقاولين ان شاء الله نخلصهم باذن الله. هو احمد سيد حاجة كويسة وبيفيد الفرقة، والفترة اللي فاتت طلع الدرجة الأولى وكان ماشي كويس مع الدرجة الأولى، ونزل الماتش اللي فات الحمد لله كان مؤثر جدا في الماتش، والحمد لله يعني أحمد من اللعيبة كويسة اللي أنت تقدر تتحركهم في الأماكن كتير، بيلعب في الحتة اللي قدام كلها في الأربع مراكز كويسة قوي، هداف الفرقة شغل كويس الحمد لله الفترة اللي فاتت. طه لعيب كبير ومستقبل النادي، لعيب أنا بقول لعيب أوروبي، مش النوعية دي مش عندنا موجودة في مصر كتير منها، إن شاء الله ربنا يحميه إن شاء الله ويحفظه ويبقى إضافة كويسة للدرجة الأولى. إن شاء الله عندنا ثقة فيكم كبيرة جدا، والجهاز كله والكابتن خالد ومستر مايكل، إن شاء الله نحقق البطولة. أنا قلت لهم النهاردة دولت أنتوا فرقة بطولة على طول، بتاخدوا بطولة الجمهورية على طول مكتوبة باسمكم، فإن شاء الله بإذن الله نحققها السنة دي. الحمد لله ان احنا هنا قبل التوقف بشكل كويس قوي الحمد لله، تعثرنا في اول مباراه في التصفيات، لكن الحمد لله بعد كده الكيرف عالي والفرقه كانت بتقدم مستويات عاليه جدا. زي ما قلت لك عندنا لعيبه من احسن اللعيبه موجوده في سنها في مصر. احمد لعيب امكانياته هايله، لعيب ممكن يبقى ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي، امكانياته الفنيه والجسمانيه، وتكلم في لعيب سنه صغير 2002 19 سنه بالامكانيات دي، وهو سبق لي وطلعت مره مع الفريق الاول وادى بطريقه كويسه الحمد لله. من اللعيبه اللي انا متوقع لها ان شاء الله باذن الله ان هي يبقى ليها فرصه كبيره مع الفريق الاول ان شاء الله باذن الله. طه احنا مسمينه كاكا تامنا باللعيب البرازيل الشهير، يعني هو لعيب شيك وستايله حلو وكرته حلوه ولعيب كوره يعني تحب تتفرج عليه وهو بيلعب يعني. ان شاء الله برضه اتوقع له باذن الله انه يكون حاجه كبيره في النادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله احنا شايفين الدنيا قربت، محتاجه ان احنا نتعب اكتر من الفتره اللي فاتت، هو كل اسبوع ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا فيه، وهم رجاله وعلى قد المسؤوليه وحاسين باللي هم فيه وحاسين يعني ايه بطوله النادي الاهلي وحاسين يعني ايه لعيب في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله احنا مستنيين منهم زي ما قلنا لهم يوم الاثنين ان شاء الله نحتفل بالبطوله ونحتفل برمضان ان شاء الله يكون ثاني يوم باذن الله. زي ما احنا شايفين الكلام يعني من الكابتن سيد غريب والكابتن تامر دسوقي، الاثنين مدربين كبار جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي واصحاب خبرات كبيره، ان شاء الله تقدروا تحسموا البطوله يوم الاثنين وتفرحونا، وانا لسه على وعدي ان شاء الله هنعمل لكم احتفاليه هنا على قناه النادي الاهلي لفريق 2001 كل الفريق بالجهاز الفني بالعاملين بكل اللاعبين. والنهارده ان لعيب يبقى في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين ده اكيد نجاح لكل المدربين اللي داخل القطاع يعني اللي ساهموا في صناعة هذا النجم. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة ثانية. أهلا بحضراتكم من جديد. أحمد سيد غريب، قول لي بقى فترة التوقف، كان في الفترة اللي فاتت هيتم إلغاء المسابقات وتأجيلها، يعني كان في كلام كتير من هذا القبيل، يعني الفترة دي أنتوا تعاملتوا إزاي معاها وفي القطاع تعاملوا معاها إزاي؟ هو نزل قرار كده بإلغاء المسابقات وقال لك اتأجلت ل 3/4 فالفترة ديت احنا ما خدناش فيها اجازة خالص، يعني كنا بنتمرن كل يوم
وبنشتغل عادي كأن الدوري هيرجع وشغال. وفي الفترة دي كمان فرقة معانا قوي في الماتش اللي احنا لعبناه الأخير بتاع ماتش الجيش. كان ماتش صعب جدا على ملعبه ملعب نجيلة صناعي، فبرضك احنا اشتغلنا كل لعيب بيجري لغاية الدقيقة 97 فما فيش حد مؤثر في أي حاجة، عشان لما كنا بنتمرن كويس في فترة التوقف فده فرقت معانا قوي في الماتشات بتاعت الدوري. علشان كده كنت انتوا أكتر جاهزية يعني ظهر كمان في الماتشات انتوا اديتوها بعد التوقف. كان في فرق كتير قوي كانت واخده اجازه، تاخد اسبوع اجازه وترجع تتمرن يومين، اسبوعين اجازه وترجع تتمرن، لكن احنا ما خدناش اجازه خالص يعني كل الايام كلها كانت تمرين وكده. والجهاز الفني طبعا بشكرهم وبشكر كابتن سيد على المجهود اللي هو عمله معانا في فتره التوقف ديت طبعا، وفرقه معانا احنا كف نفسنا احنا وفايدانا كتير قوي في الماتشات. طه بروكيتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين اكيد استفدت منه بشكل كبير. مستر مايكل ده يعني هو اول ما جه النادي احنا كلنا كنا اللي هو يعني جايبين خبير اجنبي ومش عارفين هنتعامل معاه ازاي، مش عارفين. لقيناه هو شخص يعني محترم جدا، غير كده هو شخص يعني هو ما شاء الله عنده كميه خبرات بينقلها لنا ومش بيبخل علينا باي حاجه، بينزل معانا التمرين بيورينا محاضرات فيديو يعني يمكن كل يومين، ويورينا ماتشات ويورينا تكتيك ويورينا حاجات. فهو غير برضو شكلنا بمساعده طبعا بالمساعده مع الكابتن سعيد طبعا مع المدير الفني بتاع الفريق، مع المدير الفني طبعا مع الفريق. فهم بصراحه يعني كابتن سعيد ومستر مايكل والكابتنين هم يعني عاملين معنا شغل. حتى هو مستر مايكل اول ما جه النادي يعني كان بيقول لي يا كاكا مش بتاعها، كان اللي هو يعني يهزر معايا. فبرضو يعني ليه تاثير كبير قوي معانا في الدوري ده، وبيصور كل ماتشاتنا، يقعد فوق يتصور كل الماتشات ويراجع. فرق معاكم تصوير مباريات من جدا فوق جدا جدا، وبعد كل ماتش يقعد معانا يراجع معانا الماتشات، غير طبعا يقول لنا انتوا لازم بعد الماتش يعني ممكن ما في حدش يمشي، لازم الريكفري ولازم تاكلوا ولازم الريكفري، وبعد كده بعد الماتش بيوم او يومين يقعد معانا يراجع الماتشات يجيب كل خطا عملناه في الماتش يعني. كويس قوي. فهو كمان بيلخص معانا يعني مش بنتفرج على 90 دقيقه، احنا بنتفرج على الاخطاء بس. وكل خطا يقول لنا ايه العلاج بتاعه، يعني ايه نحله ازاي الخطا ده، ويسالنا بيحدد الاخطاء فرديه وجماعيه. فرديه وجماعيه بيتكلم الاول على الاخطاء الجماعيه، وبعدين مثلا يجي فردي مثلا عشان طبعا وقت التمرين، فيجي يكلمك انت ما بينك وما بينه في التمرين بقى. يجي نطبق يعني احنا بنتفرج على المحاضره ونطلع التمرين نطبق بقى اللي احنا عملناه ده في المحاضره، نطبقه عملي على طول عشان ما يتنسيش. بس فرق معاكم في معسكر الاسماعيليه طبعا مستر بروكيتش في بدايه فتره الاعداد، المعسكر اللي كان فيه تجميعه الفرق كلها، وهو كان موجود معاكم بنفسه في المعسكر ده. طبعا حابب اشكر مستر مايكل، ما بيأثرش في اي حاجه قبل ما بتيجي النادي اصلا، بيكون راجل متواجد وشغال على الفيديوهات والمحاضرات اللي هو عاوز يديها لنا. وطبعا بشكر كابتن خالد، كلمته واحده ما أثرش معانا في أي حاجة، ما أثرش مع أي واحد في النادي طبعا السنة دي، وكل حاجة نازلة في معادة وكل حاجة كويسة. ومستر مايكل كل حاجة بيطبق لنا أوروبا، يعني هو بينقل لنا أوروبا ماشية إزاي، الفرق في أوروبا بتتعامل إزاي، طريقة اللعبة في أوروبا كويسة إزاي، بيجيب لك المحاضرات تقعد بتعمل الماتش، هو بيكون قاعد في مكان كده كويس كاشف الملعب كله والكاميرا بتاعته كاشف الملعب كله والتحركات، فبيشوف في الاخطاء ايه فرديه وجماعيه، وبيجي يطبقها لك في وقت المحاضرات. بتشوف انت نفسك، ولما بتشوف نفسك انت بتتعلم اكتر حاجه، يعني بتصلح خطاك وتصلح خطاك في الملعب. تتفرج في الماتشات لما بتضيع فرصه بتيجي في التمرين تاني يوم تقعد تحاول تتعلم انت ضيعت ليه من خلال الفيديوهات اللي بيوريها لك مستر بروكيتش. انت لما بتشوف نفسك طبعا بتشوف انت لو ضيعت حاجه ممكن تعمل حاجه احسن عشان تيجي، فانت بتصلح من خطاك وبتحاول ان انت تقلل اخطائك وما تعملش الخطا ده تاني، ما يتكررش. جات لي اعملها بطريقه كده، ما جاتش يبقى اعملها بالطريقه الثانيه، هتيجي فهتكون احسن طبعا. طه مين مثلك الاعلى في الفريق الاول؟ ليه انت كده بتقعد تتفرج عليه تحاول تتعلم منه وعايز تقلده دلوقتي حاليا ولا فريق او عموما؟ دلوقتي انا بحب السولاي وديانج جدا، وكتحت الفيرود بقفشه يعني. ما طب قول لي ايه اللي بيعجبك في السولاي وديانج وانت بتتفرج، يعني عايز تتعلمه منهم وعايز تقلده فيهم؟ انا بحس ان هم خط وسط متوازن جدا. من الناحيه الدفاعيه ديانج ما شاء الله يعني بيقطع كل كوره، بيجري في الملعب يعني تحسه كانتي كده بس على اقوى شويه. و يعني كابتن السولايا يعني ما شاء الله حاجه يعني بيتقدم، شوف هو يعني دايما بيدافع وبيلعب بوكس تو بوكس يعني بيلعب من 18 ل 18، ودي حاجه انا بتعلمها منه لان ده مركزي اصلا. ف وكابتن مجدي قفشه بصراحه يعني هو ما شاء الله كفايه ماتش المنتخب اللي عمله يعني والاسيستات اللي عملها في الشوط الاولاني.
طيب لما بتقعدوا بقى تتفرجوا على ماتشات الفريق الاول في النادي الاهلي، تقعدوا تتعلموا منها وتشوفوا المباريات؟ شفتوا مباراه نهائي افريقيا وقتها هدف قفشه؟ يعني الهدف ده يعني معلم معانا جدا يعني. احنا ما بنتكلمش غير عليه في النادي، وحتى في التمرين نقعد نقلده نحاول نعمل زيه. فبالنسبه لنا الحاجات دي خبرات كلها. انت بتتفرج على ماتش، ده بالنسبه لك انت هو بينقل لك خبره. مش لازم تتكلم معاه، مش لازم تنزل معاه تمرين، هو ده كله تمرين بالنسبه لنا يعني احنا. ابو حميد، مين مثلك الاعلى تقعد كده تتعلم منه علشان يعني عايز اقلده؟ مين بيعجبك في الفريق الاول؟ عشان انا بلعب في كذا مركز برضو قدام، فكل لما بكون في مركز بحاول تقلد، بحب حد بيكون متواجد فيه وكده. فبحب طبعا كهربا على الوينج، وبحب طاهر، وقدام طبعا كابتن مروان، يعني مهاجم كبير ونتعلم منه. حتى في التمرين انا بتعلم منه، حتى هو بيجي يتكلم معايا لو في حاجه اتصرف فيها ازاي. الزاويه لو فتحت سنه بس اشوط وانا في ال 18، ما احاولش ان انا ارجع تاني. ده كله كهربا طبعا، يعني بشكره على التعامل اللي هو بيعمله لنا فوق. ما بيحسسش اي لعيب صغير اللي هو فرق، وبيتكلم معاك قوم خش الجيم، ما حدش يقعد قبل التمرين. بصراحه بشكره جدا، بيعاملنا معامله احنا ما كناش متخيلين اصلا اللي هو يعملها لنا. وكابتن سعد وكابتن وليد، اللعيبه كلها محتويه انا بصراحه يعني. يعني طب مين اول واحد يستقبلكوا كده؟ ما انت دايما في الفريق الاول لما بتطلع اول تمرينه في واحد بيستقبل الناشئين كده عشان يبدا يعني يحمسهم ويشجعهم ويعني ويكون معاهم. سعد طبعا يعني، سعد كابتن سعد بيقابل اي حد طبعا. بس احنا عشان اول يوم سعد خلاكم، هو برضو ايه يعني زيكم كفاية الناشئين من النادي الاهلي يعني. ف يعني كان عنده نفس الشعور ده، هو بيحس باللعيبه قوي طبعا وبيعاملنا كويس. احنا بس احنا اول يوم، اول ما رحنا ده التزام، انت رايح لحلم اصلا. فانت رايح قبلها بساعتين ولا حاجه او ثلاث ساعات قاعد في الاوضه، انت اول واحد جاي في الاوضه. فاللعبه كانت جايه عليك وكده، فاستقبلتك كويس. وحابب اشكر برضو الكابتن حسين الشحات، برضو استقبلنا كويس. كويس كل اللعيبه بصراحه. ما فيش فرق ما بيننا وما بينه، بيعاملونا كويس جدا. كويس. طه، اخيرا عايز اسالكم عن نقطه مهمه جدا. طبعا لو طلعتوا الفريق الاول وشاركتوا وخدتوا الفرصه ده شيء جيد، لكن دلوقتي النادي الاهلي بيتبع سياسه جديده هي سياسه الاعارات. بنشوف دلوقتي لعيبه كتير يعني ممكن حظوظها قليله في الفريق الاول بتطلع اعارات. بنشوف دلوقتي احمد عبد القادر، هو من قطاع الناشئين احمد عبد القادر، وتالق في السموحه. شفنا ناصر ماهر قبل كده، شفنا محمد الشناوي، محمد عبد المنعم في السموحه. بنشوف لعيبه كتيره دلوقتي. النهارده ايه رايكم فكره الاعارات دي؟ يعني بحس انها برضو تديكم خبرات كبيره في الدوري الممتاز ومنافسه اكبر. انا شايف ان هي حاجه كويسه جدا، ان هي بتاهلك ان انت تلعب في الدوري الممتاز. ودي حاجه مش سهله برضو. وغير كده احنا برضو دول يعتبروا صحابنا، فاحنا بنتكلم معاهم، بيحكوا لنا الوضع عامل ازاي فوق غير الناشئين خالص. غير كده ان انت لما بتطلع اعاره دي حاجه كويسه جدا، ان انت النادي مش بيخسرك، وفي نفس الوقت دي انت بتاخد خبره كويسه جدا. وبترجع على النادي الاهلي، بترجع الفريق الاول، انت فاهم بقى خلاص، انت فاهم السيستم ماشي ازاي فوق، فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وبتطبق اللي انت اخدته مع الفريق الاول، غير بقى مع مستر موسيماني يعني حاجه تانية يعني. تمام. ابو حميد، اخيرا يعني شايف فكره الاعارات ازاي؟ طبعا اللعبه كلها اللي ما طلع اعارات ماشيين كويس جدا. منعم وشكري وحمدي كمان. شكري طبعا حابب اقول له ترجع وعربي بدري في الجونه، وعربي يرجع بالسلامه يعني ان شاء الله. شكري وربنا يشفيه كده ويرجع للملعب تاني. وهو لما بتطلع فتره اعاره بتكسب كل حاجه، بتكسب خبرات، بتكسب الدوري ماشي ازاي، اجواء جديده عليك، فانت بتكتسبها عشان لما ترجع النادي ما تكونش في حاجه غريبه عليك وكده. فلازما يعني السنه دي ان شاء الله يعني حلمنا اللي احنا ناخد البطوله وان شاء الله يعني نكون مع الدرجه الاولى. لو ما حصلش نصيب كده فيكون في اعاره واحتراف باذن الله. نيجي لحضرتك ان شاء الله. لا اكيد طبعا هتكون موجودين معانا هنا ان شاء الله. لما تاخدوا البطوله يوم الاثنين بامر الله، وهنغطي لكم كل الاحتفالات بتاعتكم ان شاء الله يوم الاثنين. يعني في نهايه لقائي معاكم النهارده، انا سعيد بكم جدا، ما شاء الله شخصيات محترمه، كمان لعيبه مثقفه، واهم حاجه في لعيب النادي الاهلي هو دايما يمتاز بشخصيه النادي الاهلي. بنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونشوفكم كمان في الفريق الاول قريب. شرفتنا ونورتنا يا كابتن طه. انا سعيد جدا كنت مع حضرتك، واتشرف بحضرتك انك كنت معاك النهارده. انا اسعد، شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شكرا يا كابتن اسامه، سعيد انك كنت معاك النهارده. كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين. يعني انا كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبشكر ضيوف اللي كانوا مشرفيني ومنورين النهارده في الاشبال، كابتن طه محمود، وايضا الكابتن احمد سيد غريب. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا وإلى اللقاء.